وفما قانون اتفاقية تونسية يعني تونس أنضت عليها قبل وقت النظام السابق حول غسيل الأموال وكل مهم الإرهاب، ولكن لم يطبق الجهة اللي تهم غسيل الأموال وما مطبق ما يهم الإرهاب، وخاصة استعمل فيها هذا القانون لمجابهة معارضي النظام السابق لا غير. ولهذا احنا باش نفعلوا الجهه الاخرى وستدرج داخل قانون اطاري يعني مقاومه الفساد في انفولي نقول فيما يهم غسيل الاموال. وهذه الاتفاقيه اللي توا باش نصادقوا عليها كذلك هي مرتبطه بغسيل الاموال، بما ان الاموال في العاده مهربه جبائيا مش معروفه وغير نظيفه وتكون معرضه لنفس القانون.